أشكل علي هل الإجماع على تحريم الشغار أم على تحريم بطلانه؟ لأن الشيخ البس تحريم بطلانه، كيف تحريم بطلانه؟ نعم. أشكل عليه إيش؟ يقول أشكل علي هل الإجماع على تحريم الشغار أم على تحريمه وبطلانه؟ نعم، على الجميع، على تحريمه وبطلانه. نكاح الشغار ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. نعم، هو محرم وباطل.